منتقبة وتقدم على شغل طلبوا منها أن أسجل في موقع على النت، والموقع ده عنده شرط أني أفتح الكاميرا وأتصور بوجهي عشان أكمل التسجيل فيه. هل يعني يراك الناس كلهم، ولا هل يحتفظوا بالصورة، ولا إيه النظام، ولا هل اللواتي يرينك نسوة أو ماذا؟ على كل هذا عند الاضطرار، وإلا فلا تفعلي.